سؤال جميل جدا ونفسي برضه اطرحه ببساطه. لماذا تعددت الديانات السماويه؟ ليه ربنا عمل ثلاث ديانات سماويه؟ هم نقول ديانه ولا دين؟ والله يعني نقول اديان نعم. سماويه ولا ديانات سماويه؟ ديانات سماويه واديان سماويه الجمعين مظبوطين، الجمعين في اللغه صح. شو هو دين واحد فقط حضرتك؟ دين الاسلام؟ لا، ما هو الدين الاسلام بمعنى اسلمت الوجه لله سبحانه وتعالى. كل الديانات السماويه اسلام، وسيدنا ابراهيم كما ورد بشأنه في القران الكريم ان الدين ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. يعني ليه الدين هنا كلمه اسلام معناها اسلمت الوجه الى الله في جميع الديانات. كل الهدف من الديانات السماويه الثلاثه ايه؟ وهذا لم يتغير. لم يتغير. نعبد الله لا اله الا هو هدف الواحد كل الأحد. نبي بما نزل عليه من كتاب واحكام هو توجيه الناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بربوبيته بالاليه التي يضعها كل دين. اذا كله اسلام. لكن لما اقول الديانه المحمديه اي الاسلام المنسوب لمحمد هنا تيجي كلمه الشريعه. الشريعه ايوه. ولذلك ربنا قال سمى التكليف لكل نبي من الديانات السماويه الكبيره شرع ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. المنهاج دي مهمه، ما يقدرش النبي يشتغل من غير منهاج. فسيدنا محمد له منهج سير عليه، المساله مش عشوائيه كما يتصور البعض. اللي هو القران. القران ثم الوحي الثاني اللي هو ما اللي هو السنه. هذه اشكاليه بعضك بقى، الناس تقول القران مصدر التشريع وكفى، بس ما حاجتنا في السنه. هذا خطا شائع حتى عند بعض المثقفين. لتعلم دكتور محمد وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. جميل. ان الشريعة الإسلامية يعتقد الكثير من بعض المثقفين وكثير من العلمانيين انه لا يوجد مصدر للتشريع الإسلامي سوى القرآن، وينكرون ما عدا ذلك من مصادر. نعم. القرآن كلام الله ولا يستطيع احد ان يدخل جديدا بعد كلام الله، وهم يتناسون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امرنا في القرآن الكريم فيما لا يقل عن 12 آية بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله، سواء تعلق بتفسير القرآن أو كان سنة منشئة بأحكام جديدة. مثلا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، ومن يشاقق الله ورسوله، الاثنين مع بعض، من يطع الرسول فقد اطاع الله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي اوامر ربانيه لنا ان المولى عز وجل هو الذي، اذا صح التعبير واسف ان انا بعبر به، هو الذي صنع دعايه وجوبيه والزاميه لسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. يعني سيدنا محمد ما عملش لسنته اي دعايه إلا أننا نجد حديث أو اثنين بيقولهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن مش كل يوم يعمل إعلان اوعوا تنسوا السنة بتاعتي، اوعوا تتركوا السنة. بل كان يمنع من يكتب السنة في عهده، وكان كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر ونعم يعني لا تكتب إلا القرآن فقط. لا نعم، قال سيدنا عمر في مقولته الشهيرة عندما كان يوجه أصحابه إلى الأمم لينصروا الدين، وذلك بعد انتقال النبي لجوار ربه، إنكم تذهبون إلى القرية أو المحلة فتسمعون للقرآن طنينا كطنين النحل. الناس قاعدة تقرأ القرآن وصوت المسجد كله طنين زي النحل. نعم. وهو قراءة القرآن، فلا تصدموهم بغير القرآن، لأنه عايز يثبت القرآن الأول حتى تم جمعه وكتابته كتابة نهائية في الجمعين الشهيرين لأبي بكر وعثمان. فبدأ الاهتمام بالسنة، فدونت بعد 80 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة نحن مأمورون بها. بدونها أن تحضرني هنا مقولة شهيرة جدا لمن يقولون أننا لا، إذا قلت لي حديثا لن ألتفت إلى كلامك إذا لم تأتي لي بنص من القرآن. يقول شيخنا الكبير وإمامنا العظيم الإمام محمد أبو زهرة في كتابه في أصول الفقه رحمة الله عليه، إن من يقول بأن ما لم يرد في القرآن لا يجب العمل به هو خاطئ ويتسم بالسطحية والجهل. واستمر في كلامه قائلا لو أخذنا برأي هذا لما صلينا ولما زكينا الصلاة في القرآن ولما حججنا. الصلاة مأمورون بفعلها في القرآن، أقيموا الصلاة. أي صلاة؟ وما شكلها؟ وما أركانها؟ وما زمنها؟
لم يرد ذلك في القرآن. من الذي فسره؟ في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الوضوء مثلا في الصلاة، آيات رمزية. إنما تقصد الكيفية وما نقول فيها وعدد الركعات والمواقيت. جميل جميل. الطمأنينة في الصلاة، ذكر الصورة الصغيرة، القراءة الفاتحة لمن يصلي منفردا يكتفى عدد الركعات، كل هذا الكلام ما هو إلا موسوعة الصلاة في السنة النبوية المشرفة. وبدونها لم نكن سنصل إلى طبيعة الصلاة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، حج وصيام وغيره وغيره وغيره، زي ما بعمل اعمله. طب القرآن ما قالش كده؟ طب الزكاة، ودي ركن من أركان الإسلام الأعظم. لم يتحدث القرآن الكريم إلا عن نوع واحد من أنواع الزكاة ونوع واحد من أنواع الأعيان المالية في القرآن الكريم، وهو زكاة الزروع. وآتوا حقه يوم حصاده، ما قالش حقه كام. طيب وإزاي كمان حقه هو إيه بقى إن شاء الله؟ طب يوم حصاد إزاي؟ مش لازم يبلغ النصاب إنه يوصل لخمسة أوسق، يعني حوالي 600 كيلو بلغة اليوم. يعني السنة شارحة ومفسرة للقرآن، دي وظيفة. ولذلك ومضيفة يعني. من لم يقرأ من هؤلاء علاقة السنة بالقرآن فهو جاهل، وينبغي عليه ألا يتحدث. أسامي كثيرة مليء بها اليوتيوب والتواصل الاجتماعي تنكر السنة وتقول لا أعترف إلا بما جاء في القرآن. ما تقوليش الرسول قال كذا، ما تقوليش إن في حديث بيثبت الإسراء والمعراج، ما تقوليش إن في حديث فعل فيه النبي كذا، ما تقوليش إن الرسول أثبت الرجم في الزاني المحصن بحديث وبفعل ولم يرد في القرآن، ولم بجاش في القرآن نحن لا نعترف به. وينسوا تماما زي ما قال الشيخ أبو زهرة إن إحنا هنتوقف عن الأعمال تماما، فلا نخرج زكاة ولا نصوم ولا نحج ولا نصلي، لأنه لا يوجد لدينا تفصيل في القرآن وعن عمدية من الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون نبينا الأعظم صلى الله عليه وسيلة انتقالية. يعني معلش بلغة العصر، محولجي بياخد القرآن ويدهلنا والسلام عليكم. دي مش وظيفة سيدنا محمد. أيوة. وظيفة سيدنا محمد بيان القرآن الكريم بالتفصيل بأحاديث نبوية التي هي وحي غير متلو.